مستفيداتنا العزيزات، مستفيدينا الأعزاء، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مكون التهيؤ للتعلم مدى الحياة من برنامجكم محو الأمية بواسطة التلفاز والأنترنت. نرحب بكم في حلقة جديدة من مصوغة أعتز بدستور ومؤسسات وطني. قبل ما نبدأ أنشطنا لهذه الحلقة، نذكروا بموضوع اللي بدينا في الحلقة الماضية وبأهم الأفكار اللي تداولناها في الحلقة الماضية كذلك. إذن أول سؤال هو شنو هو الموضوع اللي كنشتغلوا عليه؟ نبدأ مع فاطمة. تفضلي فاطمة. نعم أستاذة، أتعرف دستور بلادي. جيد. الموضوع اللي كنشتغلوا عليه ضمن مصوغة أعتز بدستور ومؤسسات وطني هو كيف ما قالت فاطمة أتعرف دستور بلادي. إذن تفضل فاتحة تقرأ لنا العنوان. نعم أستاذة، أتعرف دستور بلادي. جيد. وغادي نسألك فاتحة دائما شنو هو الدستور؟ أعطينا تعريف، ذكرينا بتعريف الدستور من خلال ما اكتسبناه في الحلقة الفائتة. تفضل. نعم أستاذة، الدستور هو وثيقة مكتوبة تتضمن مجموعة من القواعد القانونية. جاي. وهو أسمى قانون في البلاد. جيد، تبارك الله عليك. إذا فاتحة وتبارك الله على حفظت التعريف اللي أعطينا للدستور في الحلقة الماضية. تبارك الله عليك. إذا بالفعل الدستور هو القانون الأعلى في البلاد اللي كتنبثق وكتفرع عنه باقي القوانين، وما يمكن يصدر أي قانون تيخالف أو كيتعارض مع نصوص الدستور. إذا الآن شكون اللي عنده شي إضافة في هذا الموضوع؟ نشوفه مع آسية. تفضلي. نعم أستاذة، الدستور هو اللي كنظم حياة المغاربة من ناحية سياسية والاقتصادية والاجتماعية. جيد، بارك الله عليك. هذه معلومة كذلك شفناها في الحلقة الفايتة. الدستور كيف سبق وقلنا هو وثيقة سامية اللي كنظم حياة المغاربة على جميع الأصعدة، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا وغيرها. وكتبان لي كلثوم عندها شي إضافة. تفضلي كلثوم. نعم أستاذة، الدستور هو اللي كيتضمن لنا الحقوق والواجبات اللي خصنا نتمتعوا بها كمغاربة والواجبات اللي خصنا نلتزموا بها. إذن صحيح كلثوم، كيضم وكيتضمن الدستور حقوقنا وواجباتنا كمواطنين، كما أنه كيحث على السلط وكيحدد العلاقة بينها. والآن بعد ما ذكرنا بأهم مضامين الحلقة السابقة، كنت كلفتكم في نهاية الحلقة السابقة أنكم تبحثوا على بعض قيم ومبادئ الدستور المغربي. إذن إلا بحثتوا فيها إن شاء الله غادي نناقشوها ونوضحوها باش يستفدوا معنا المشاهدين والمشاهدات اللي كيتابعوا معنا البرنامج. إذن غادي نبدا مع فاطمة. فاطمة، أعطيني قيمة من قيم اللي كيرتكز عليها الدستور المغربي واللي بحثتي فيها. تفضلي. نعم أستاذة، من قيم الدستور المغربي الانفتاح. الدستور يدعو إلى التسامح والانفتاح لتأسيس مجتمع متماسك ومنسجم. جيد، تبارك الله عليك فاطمة، فكرة جيدة. إذن بالفعل إذن الدستور المغربي كينص على قيمتي التسامح والانفتاح. إذن التسامح هو أسمى القيم الإنسانية، وبه كيتحقق التفاهم والتعايش بين الأفراد وكذا بين الشعوب، وبالانفتاح كيحصل التعارف وكيتحقق السلم والأمان. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. نشوفوا فكرة أخرى أو قيمة أخرى من القيم اللي كيرتكز عليها الدستور المغربي، ونعطي الكلمة هذه المرة لآسية. تفضلي آسية. نعم أستاذة، من قيم الدستور المغربي الحوار وفهم الآخر واحترامه. جيد، تبارك الله عليك. هذه كذلك قيمة مركزية من القيم اللي كيرتكز عليها الدستور المغربي. إذا الدستور كيرتكز على إرساء ثقافة الحوار والتواصل واحترام الآخر رغم الاختلاف، وبهذا كتحقق العلاقات القوية والمتينة. ومن قيم الدستور المغرب كذلك الوسطية والاعتدال، فهو يتيح للمواطن اعتماد منهج معتدل متوازن في جميع شؤون حياته وكذلك في تعايشه مع الآخرين. تبارك الله عليكم. الآن غادي نعطي الكلمة الأمينة، تعبرنا هي كذلك على قيمة من القيم اللي بحثت فيها. تفضلي. نعم أستاذة، ومن قيم الدستور المغربي كذلك التفاهم المتبادل مع الثقافات والحضارات الإنسانية كلها. جيد، تبارك الله عليك أمينة. صحيح، إذن بالاحترام المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية كتحقق أو كيتحقق التضامن والتعاون والتقارب بين الشعوب وبين الحضارات، وممكن نجمعوا هذه الأفكار كلها اللي ناقشناها إذن في هذه الشريحة اللي غادي تظهر معنا على الشاشة. إذن من قيم الدستور المغربي، إذن عندنا هنا قيمة التسامح والانفتاح، ثم قيمة الوسطية والاعتدال، قيمة التعايش والتعارف بين الحضارات،
ثم قيمة الحوار واحترام الآخر. الآن غادي نطلب من كلتم تفضل تقرأ لنا الخطاطة. تفضل كلتم. نعم أستاذة. قيمة التسامح والانفتاح، قيمة الوسطية والاعتدال، قيمة التعايش والتعارف بين الحضارات، قيمة الحوار والاحترام الآخر. الحوار واحترام الآخر. قيمة الحوار واحترام الآخر. واحترام الآخر. جيد، تبارك الله عليك كلتم. باش نزيدو نرسخو هاد القيم ديال الدستور المغربي في الأذهان، تعاود لنا بشرى القراءة. تفضلي بشرى. نعم أستاذة. قيمة التسامح والانفتاح، قيمة الوسطية والاعتدال، قيمة التعايش والتعارف بين الحضارات، قيمة الحوار واحترام الآخر. واحترام الآخر. جيد، تبارك الله عليكم. والآن بعد ما تعرفنا على بعض قيم الدستور المغربي اللي بحثتوا فيها وقريناها جميعا على الشاشة، باش ندوروا عندكم مهارة الملاحظة والمهارات الإملائية كذلك، نطلب منكم تلاحظوا الشريحة، تلاحظوا العبارات المكتوبة، غادي نخفيها ونطلب منكم تكتبوها على الألواح. نعطيكم واحد المهلة للملاحظة، تفضلوا كل واحد منكم غادي يكتب لنا قيمة من هاد القيم على اللوحة ديالو. إذا لاحظوا إذا تفضلوا الآن على الألواح، كل واحد يكتب قيمة من القيم اللي تعرفتوا عليها انتم اصلا بحثتوا فيها وناقشناها. الان غير باش تطوروا المهارات الاملائيه ديالكم ونشوف واش عندكم التركيز والملاحظه. اذا حاولوا تكتبوا قيمه من القيم اللي تدارسناها في هذه الحصه. كنتمنى كذلك ان المشاهدات والمشاهدين اللي كيتابعوا معنا الحلقه واللي كيستافدوا معنا من حلقات البرنامج يتفضلوا كذلك حتى هما يحاولوا يكتبوا قيمة من القيم اللي تعرفنا عليها في حلقة اليوم. إلى ساليسو ممكن نشوف الألواح ديالكم. تفضلوا. جيد، إذا الفاتحة كتبت التسامح والانفتاح. إذا حيث كانت قبلتك في الشاشة قيمة التسامح والانفتاح، إلا كتبناها بوحدها نكتبوا التسامح والانفتاح. صحيح. إذا نشوفوا مع أمينة قيمة الوسطية والاعتدال. صحيح. إذا أسياء قيمة الوسطية والاعتدال، قيمة التسامح والانفتاح بالنسبة لبشرى، وبالنسبة لفاطمة التعايش والتعارف بين الحضارات. أنت كذلك بما أن العبارة كانت مكتوبة على الشاشة قيمة التعايش والتعاون كتبتيها بالكسر، ولكن ملي حذفنا قيمة تتولي التعايش والتعارف بين الحضارات. هذه ملاحظة باش تردوا لها البال مرة أخرى. تبارك الله عليك. نشوف مع كلثوم الحوار واحترام الآخر. قلتم بالنسبة لاحترامي الألف خصو همزة الوصل، ما ديريش فيه همزة القطع، وخصك الميم بالكسرة. واحترامي درتي لها انت سكون، حاولي تصحي. جيد، تبارك الله عليكم. الآن إذا بعد ما شفنا بعض قيم الدستور المغربي وتدارسناها، الآن غادي ننتقلوا للتعرف على بعض المبادئ اللي كيرتكز عليها دستورنا المغربي واللي كذلك كلفتكم انكم تبحثوا فيها. نبداو مع بشرى. بشرى، اعطينا واحد المبدا من المبادئ اللي بحثتي فيها. تفضلي. نعم استاذه. من المبادئ الدستور المغربي التمسك بالوحده الترابيه. تمسك بالوحده الترابيه. جيد، تبارك الله عليك. فالتمسك بالوحده الترابيه من اهم مبادئ الدستور المغربي، فالمغاربه جميعهم متمسكون باللحمه الوطنيه وبوحدة وطنهم من أجل الحفاظ على تماسك واستقرار الأمة. جيد، تبارك الله عليك بشرى. ونعطي الكلمة الفاتحة هي كذلك تعبر لنا على مبدأ من مبادئ الدستور اللي بحثت فيها. تفضلي. نعم أستاذة. من مبادئ الدستور المغربي تقوية العلاقات والتعاون، تقوية العلاقات التعاون والتضامن مع الشعوب القارة الإفريقية. جيد، تبارك الله عليك فاتحة. تقوية العلاقات التعاون والتضامن بين المغرب وشعوب القارة الإفريقية كذلك هو مبدأ من هذه المبادئ. إذا المغرب كتربطوا علاقة أخوة وتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، علاقة تاريخية واقتصادية وثقافية وسياسية كذلك مهمة جدا، وكتشكل قوة حقيقية داخل الدول الإفريقية. ونشوفوا فكرة أخرى مع كلثوم هذه المرة. تفضلي.
يقوم الدستور على مكافحة التمييز. جيد، تبارك الله عليك كلثوم. إذا المملكة المغربية كتأكد تشبثها الدائم مبادئ الكرامة والمساواة بين جميع المواطنين، وكتمنع كل أشكال التمييز كذلك. ومن بين هذه المبادئ التي يرتكز عليها دستور المملكة المغربية أيضا حماية منظومتين حقوق الإنسان والقانون الدولي. إذا مجال حقوق الإنسان من بين أهم المبادئ اللي عالجها الدستور المغربي ونص عليها كذلك، مراعيا في هذا القوانين والمقتضيات الدولية. إذا جيد تبارك الله عليكم. إذا بين بأنكم حضرتوا من خلال التحضير ديالكم البحث قدرتوا تبنيوا هذا النشاط، ونشوفوا الخلاصة ديال الأفكار اللي قدمتوا على الشاشة. إذا من مبادئ الدستور المغربي التمسك بالوحدة الترابية، التلاحم بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، تعزيز وتقوية التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، حظر ومكافحة جميع أشكال التمييز. إذا نطلب الآن من فاطمة تفضل وتقرأ لنا هذه المبادئ. نعم أستاذة، من مبادئ الدستور المغربي التمسك بالوحدة الترابية، التلاحم بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، تعزيز وتقوية التعاون والتضامن من الشعوب والبلدان الإفريقية. مع الشعوب والبلدان الإفريقية، حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. جيد، غير تعاوديها لان ما بينتيش المد. حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، حظر ومكافحة جميع اشكال التمييز. تبارك الله عليك فاطمة، ونطلب من فاتحة تعاود لنا قراءة اخرى. تفضلي. نعم استاذة، من مبادئ الدستور المغربي تمسك بالوحدة الترابية. التمسك بالوحدة الترابية، تلاحم بين مختلف المكونات المجتمع المغربي. فتحة. بين مختلف مكونات المجتمع المغربي. تعزيز وتقوية التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حظر مكافحة جميع أشكال التمييز. حظر ومكافحة جميع أشكال التمييز. إذا تبارك الله عليكم، بعد ما قرينا هذه المبادئ اللي بحثتوا فيها، غادي نطلب من بشرى تقرا التمرين اللي غادي يظهر على الشاشه باش نسجوه جميعا. اذا تفضل بشرى تقرا التمرين وتشرح لنا المطلوب. تفضلي. نعم استاذه، اضع علامه في الخانه المناسبه. جيد، اذا شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا نجاوبوا بصحيح او خطا. هي بوضع علامه في الخانه المناسبه. نعم، اضع علامه في الخانه المناسبه. جيد، كيف ما قالت بشرى، مطلوب اننا نجاوبوا بصحيح او خطا، وذلك بوضع العلامه في الخانه يا اما ديال صحيح واما في خانه خطا. غادي نبداو نقراو هذه السلوكات. عندنا سلوكات تجسد المواطنه الصادقه. عندنا مجموعه من السلوكات، إذن احنا كتبنا عليها كعنوان سلوكات تجسد المواطنه الصادقه. إذا كانت بالفعل هذه السلوكات كتجسد المواطنة الصادقة، غادي نوضعوا العلامة في خانة صحيح. وإذا كانت هذه السلوكات لا تجسد المواطنة الصادقة، نوضعوا العلامة في خانة خطأ. وغادي نبداو بالخانة الأولى، وغادي نطلب من أسية تفضل تقرأ لنا السلوك اللي عندنا في الخانة الأولى وتجاوب واش غنوضعوا العلامة في خانة صحيح أو في خانة خطأ. تفضلي أسية. نعم أستاذة، أتعلم لأسهم في تنمية وطني. في تنمية وطني. نعم أنا أستاذة غنجاوب صحيح، حيث قد ما زدنا في طلب العلم غادي نساهموا في تنمية البلاد. تبارك الله عليك أسية، صحيح والفكرة ديالك صائبة. إذن التعليم هو أساس رقي الفرد وازدهار
المجتمع. الإنسان إلا كان متعلم تيكون عنصر فاعل ومساهم في التنمية ديال بلاده. وغادي نوضعوا العلامة في خانة صحيح كيف قالت آسيا، ونمروا للخانة الثانية. نطلبوا من أمينة تفضل تقرأ لنا هذا السلوك وتقول لنا واش غنوضعوا العلامة في خانة صحيح أو في خانة خطأ. تفضلي. نعم أستاذة. أدافع عن وطني ووحدته الترابية. نعم. غندير العلامة في خانة صحيح. حيث من الواجب على كل مواطن الدفاع والتضحية من أجل الوطن. جيد، تبارك الله عليك، فكرة صائبة كذلك أمينة. إذا الدفاع عن وحدة الوطن، عن الوطن وعن الوحدة ديالو الترابية، هي من مظاهر المواطنة الصادقة. باش نكونوا مواطنين صادقين، هذا يقتضي مننا أننا نحب وطننا ونعتزوا بالانتماء ليه وندافعوا عليه وعلى الوحدة ديالو الترابية. تبارك الله عليكم. ننتقلوا الآن للجملة الثالثة، وغادي نشوفوا مع بشرى كذلك تقراها وتعطينا الإجابة. تفضلي. نعم أستاذة. أشارك في انتخاباتي بكل أشارك في الانتخابات بكل أمانة ومسؤولية. جيد، أشارك في الانتخابات بكل أمانة ومسؤولية. تفضلي بشرى. نعم غنديروا علامة أستاذة في خانة صحيح. خانة صحيح، لماذا؟ نعم. لأن المشاركة في الانتخابات كتدل على المواطنة الصادقة وعلى الوعي. تبارك الله عليك بشرى، صحيح. إذا المشاركة في الانتخابات هي مشاركة في صنع القرارات اللي مرتبطة ببلدنا وفي تحقيق أهدافه التنموية. تبارك الله عليك بشرى، إذن نوضع العلامة في خانة صحيح. وبقات لنا آخر جملة أو آخر سلوك، غادي تفضل تقرأ لنا كلثوم وتجاوب عليه. تفضلي كلثوم. نعم أستاذة. أتخلف عن أداء واجباتي. غادي نديروها في خانة خطأ. نديرو العلامة في خانة خطأ. نعم، حيت ما خصناش نتخلفوا على أداء الواجبات. جيد، تبارك الله عليك كلثوم، أحسنتم. إذن هنا غادي نوضعوا العلامة في خانة خطأ كيف قالت كلثوم، لأن بأدائنا لواجباتنا ومسؤوليتنا كنجسدوا فعلا المواطنة المسؤولة والمواطنة الصادقة. إذن هذا هو صحيح التمرين كيف كيظهر على الشاشة. نتمنى أن المستفيدات والمستفيدين اللي كيتابعوا معنا البرنامج يكونوا كذلك نزلوا معنا التمرين واستفدوا من المضامين ديالو. إذا تبارك الله عليكم. إذا بالتعلم كما شفنا، بالتعلم وبالمشاركة المسؤولة في الانتخابات وبأداء المسؤوليات ديالنا والالتزام بها على أكمل وجه، كنكونوا شاركنا في تنمية وازدهار وطنينا. تبارك الله عليكم. الآن كنطلب منكم تعبروا لي على بعض المستفادات وبعض الأفكار اللي بقات عندكم في الأذهان ديالكم من هذا الشيء اللي استفدناه في حلقتي اليوم. نبدأ مع أمينة، تفضلي. نعم أستاذة. استفدنا أننا إلى تعلمنا كنساهموا في تنمية الوطن ديالنا. جيد، تبارك الله عليك، مزيان. إذا نشوفوا مع فاطمة فكرة أخرى. نعم أستاذة. استفدنا أن المواطنة الصادقة كتلزمنا بممارسة الحقوق وأداء الواجبات والدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. إذا جيد، تبارك الله عليكم جميعا، هذه بعض الأفكار اللي استفدناها، واللي كنتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين اللي كيتابعونا يكونوا كذلك استفدوها معنا. إذا الآن غادي ننتقلوا لتخطيط المشروع ديالنا التربوي. كيف ما كتعرفوا بأن كل موضوع كنشتغلوا عليه كنخدموا له واحد المشروع تربوي اللي متعلق به. إذا شنو في نظركم غادي يكون الموضوع ديال هذا المشروع الخاص بهذه الحلقة بالحلقات الحلقتين المقبلتين؟ نشوفوا مع آسيا، تفضلي. نعم أستاذة. بما أن المشروع غيكون مرتبط بالدرس، ومشروعنا غادي يكون على الواجبات والحقوق. جيد، تبارك الله عليك. بما أننا هضرنا في هذا الموضوع على الدستور وعلى أنه كيتضمن واجبات وكيتضمن حقوق، إذا المشروع ديالنا غادي يكون مرتبط بالواجبات والحقوق، والعنوان ديالو أو الاسم ديالو هو اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. إذا اسم المشروع غادي نديرو ملف تربوي، إذا ملف تربوي حول المواطنة واجبات وحقوق. تبارك الله عليكم. طلب من فتيحة تعاود تقرأ لنا اسم المشروع. تفضلي فتيحة. نعم أستاذة. اسم المشروع ملف تربوي حول المواطنة واجبات وحقوق. جيد، تبارك الله عليكم. إذا شنو في نظركم بعض أهدافنا من هذا المشروع؟ شنو هي الأهداف اللي بغينا نحققوها من هذا المشروع في نظركم؟ إذا نشوفوا مع كلثوم. تفضلي كلثوم. نعم أستاذة.
الهدف ديالنا هو نتعرفوا اكثر على حقوقنا والواجبات ديالنا. تبارك الله عليك انتم، اذن هذا واحد من اهم الاهداف اللي كنتوخاوها من هذا المشروع، زيدوا نتعرفوا اكثر على حقوقنا وواجباتنا. شكون اللي عبرنا على هدف اخر اللي كنتوخاوه وكنطمحوا له من خلال هذا المشروع؟ نشوف هذه المره مع بشرى، تفضلي. نعم استاذه، الهدف هو اننا نؤدي واجباتنا ونمارس حقوقنا. جيد، نؤدي الواجبات اللي احنا ملزمين اننا نؤديوها بامانه ومسؤوليه، كما اننا نتمتعوا بالحقوق اللي كيكفلها لنا الدستور جميعا كمواطنين. وهذه الاهداف اللي جدتوا بها ممكن اننا نلخصوها في هدف واحد مهم اللي غادي نقراوه على الشاشه. اذا الهدف من المشروع اداء واجباتي وممارسه حقوقي. اذا الى ادينا واجباتنا كما ينبغي ومارسنا الحقوق ديالنا كذلك بشكل لائق، غادي يكون هذا اهم هدف حققناه من خلال هذا المشروع. اذا نطلب من بشرى تفضل تقرا لنا الهدف. نعم استاذه، الهدف من المشروع اداء واجباتي وممارسه حقوقي. جيد، تبارك الله عليكم. الان غادي نشوفوا المحاور اللي غادي تشتغلوا عليها في اطار هذا المشروع. اذا عندنا جوج ديال المحاور اللي غادي تشتغلوا عليها. المجموعة الأولى غادي تبحث لنا على الواجبات والمجموعة الثانية على الحقوق. إذا المجموعة الأولى البحث عن بعض الواجبات التي ينص عليها الدستور. مجموعة ثانية، المجموعة الثانية البحث عن بعض الحقوق التي يكفلها الدستور. إذا هذا هو المطلوب. المجموعة الأولى غادي تبحث لنا على بعض الواجبات اللي كينص عليها الدستور، والمجموعة الثانية بعض الحقوق باش نزيدوا نوعاو بحقوقنا وواجباتنا ونزيدوا كذلك نتعرفوا على بعض الحقوق والواجبات اللي ممكن احنا مازال ماشي على درايه بها وخصنا نزيدوا نتعمقوا فيها. اذا تبارك الله عليكم، نطلب الان من اسيا تفضل تقرا لنا الاعمال ديال المجموعتين الاولى والثانيه. تفضلي. انا صدق، المجموعه الاولى البحث عن بعض الواجبات التي ينص عليها الدستور. التي ينص عليها الدستور. المجموعة الثانية البحث عن بعض الحقوق التي يكفلها الدستور. جيد، تبارك الله عليك أسيا. إذا الآن غادي نمر لتكوين المجموعات، المجموعة الأولى ماشي تكون والثانية إن شاء الله باش ننظموا العمل بيناتكم وتبداو في إنجاز المشروع ديالكم باش تقدموه في الحلقة المقبلة. إذا المجموعة الأولى تكون من كلثوم وأمينة وفتيحة، غتشتغلوا على المحور الأول، والمجموعة إن شاء الله الثانية غتكون من فاطمة وبشرى وأسية. إذا كل واحد عرف المطلوب منه. المجموعة الأولى غتشتغل كنا في البحث على بعض الواجبات اللي كينص عليها الدستور، والمجموعة الثانية غادي تبحث في بعض الحقوق اللي كيكفلها لنا الدستور. ممكن تستعنوا بأفراد الأسر ديالكم، بالأبناء ديالكم، لأن البحث هو هذا ضروري كنستعنوا بالناس اللي كيعرفوا أكثر منا، خصوصا في المسائل اللي حنا مازال ماشي متعمقين فيها بزاف. اذا ممكن تستعنوا بهم باش ان شاء الله تجيبوا بحوث متميزه. اذا بعد ما تعرفت كل مجموعه على المطلوب منها، نحددوا الان التقنيات والوسائل اللي ممكن تساعدنا في انجاز او في تقديم هذا المشروع ديالنا. اذا تفضلي فاطمه، شنو هي بعض التقنيات والوسائل اللي ممكن تساعدكم في انجاز المشروع؟ تفضلي. نعم استاذه، غنشتغلوا في اطار مجموعات، نضموا بحوثنا في بطاقات مصحوبه بصور ونكونوا ملفات تربويه. جيد، اذا نخدموا على ملف تربوي كيف قلنا. اذا الوسائل اللي ممكن تساعدنا كيف ما قالت فاطمه، العمل بالمجموعات، بما انكم غادي تخدموا في اطار مجموعات وغادي تبحثوا على بحوث صور وبطاقات وغادي ترتبوها في الملف التربوي الخاص بكم. ونطلب من امينه تفضل تقرا لنا مضمون هذه الشريحه. تفضلي امينه. نعم أستاذة، العمل بالمجموعات ملف التربوي. الملف التربوي بحوث صور بطاقات. والآن بعد ما عرفت كل مجموعة المطلوب منها، غادي تشتغلوا في إطار تعاوني وتشاركي كيف ما تعودتوا في المشاريع السابقة، وتنجزوا المطلوب منكم وتنظموه ملفات تربوية اللي غادي تعرضوا إن شاء الله علينا المضمون ديالها في الحلقة المقبلة باش نناقشوه معكم. بهذا إخواني أخواتي تكون حلقتنا وصلت لنهايتها. قبل ما نودعكم، إذا نذكركم أنكم يمكن تعاودوا تشاهدوا البث ديالها على قناة السادسة أو على أحد الرابطين اللي كيظهروا أمامكم على الشاشة. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.